السلام عليكم طلاب، مجموعة من الطلاب طبعا طلبوا توضيح لهذا المثال اللي هو صفحة 13 تلقونه. إن شاء الله خطوات بسيطة إن شاء الله حلوة لكم هذا المثال. عدنا شنو هذا المثال؟ يقول عدي 600 مليلتر، هاي 600 مليلتر منين؟ من بفر سوليوشن، هو منطيك بفر سوليوشن كامل تركيز الكلي 0.25% مولاري، ونسبة الأسيد للبيس بهذا المحلول، الأسيد للبيس هي 2 إلى 3. خوش، يقول ضفنا لهذا المحلول 150 مليلتر منين؟ من الـHCl بتركيز 0.2 مولاري. خوش، يقول أريد التغير بالـPH اللي صار قبله وبعد الإضافة. فاحنا شو نسوي بالبداية؟ قبل إضافة الـHCl، ايش عندي؟ عندي بفر سوليوشن بهالقد تراكيز وبهالقد نسبة. اجي اطلع احول شكو مولارية او شكو نسبة، احولها الى مولار. يعني هذا البفر سوليوشن اللي هو شنو؟ صوديوم فوسفيت، اطلع المولات مالته، المولات مال الصوديوم فوسفيت تساوي التركيز اللي هو 0.25 في الحجم، بس الحجم شنو؟ احوله للتر، يعني يصير 0.6 لتر. شو ساوي؟ ضربهن حاصل ضربهن يطلع 0.15 مول. هسه طلعت المولات مالها، اجي اطلع المولات مال مكونات بفر. احنا بفر مو قلنا يتكون من اسيد ويك اسيد والملح مالته، او بيس والملح مالته. هسا عندي انا حامض، بس الملح مالته وينه؟ هذا الملح مالته البيس هو نفسي تصالت. خوش، فاطلع المولات، يعني احول هاي النسبة هذا الكسر احوله الى مولات. شلون؟ اقول يابا مولات الاسد ايش تساوي؟ النسبة مال الاسد ايش قد؟ 2 إلى 5. نسبته، نسبة الاسد من البفر كله 2 إلى 5، يعني هذا مكونات بفر الأسد والصالت كلهن 5 وحدات. مثلا نسبة الأسد من ذن الخمسة شقد؟ 2 إلى 5. هاي 2 إلى 5 نضربها بمن؟ بالتركيز الكلي للمحلول بفر حتى تطلع لنا المولات مال الأسد 0.15. ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 0.6% مول. بنفس الطريقة أطلع المولات مال الملح، ايش قد نسبة الملح؟ نسبة الملح ايش قد الملح يكافئ؟ 3 من 5، يعني 3 إلى 5. نضربها ايضا بالتركيز الكلي للبفر سوليوشن تطلع لنا تقريبا 0.9 مول. هسه هاي اول الخطوات. اجي بعد ما سويت هاي الخطوات اطبق القانون تطبيق مباشر، يعني البي اتش يساوينا بي كي اي زائد لوغارتم تركيز الأسيد تركيز الصالت، الصالت على الأسيد، صالت على الأسيد. البي كي اي هو منطينية 7.21 زائد لوغارتم المولات. هنا أخلي المولات، هنا اعتبروها التركيز هو نفسية المولات، لأن أنا حولت شكو مولارية حولتها إلى مولات، فالمولات مباشرة عوضها بالقانون. فأجي أنا عوض تركيز الملح، يعني مولات الملح خلي 0.9%، ومال الأسيد 0.6%. فهنا أنا بعد ما تجرون العمليات الحسابية راح يطلع الناتج 7، فيطلع الناتج 7.39. هسا هذا شغلنا طلاب كله قبل الإضافة، قبل إضافة شنو؟ قبل إضافة الـHCl لمحلول بفر. هاي الطريقة أنصحكم تتبعونها، إنه تحولون شكو مولارية تحولونها إلى مولات، وبعدين تطبقون القانون نفس ما هو، بدال التركيز أخلي مولات. هذا يطلع حلكم صحيح، حل الدكتورة جاء يشوفه صعب، يعني كاتب معادلة والدور محول لمولات، ومولات آخر شيء جامع الحجوم ومقسمها على مطلع المولارية جديدة وعوض بالقانون. فهذه الطريقة أشوفها أفضل يعني، وتنطبق على الأمثلة كلها بالمناسبة.
هسه نجي بعد الاضافه، بعد الاضافه خلينا نشوف البي اتش ايش قد صارت عندي بعد الاضافه. خوش، لازم انا هم احنا اتفقنا احنا ونطلع شنو المولات، نطلع المولات لكل ماده، فهاي الاتش سي ال ايضا نطلع المولات مالتها، المولات مال الاتش سي ال يساوين التركيز 0.2 في الحجم، احوله الى لتر هطلع 0.15 فتقريبا يطلع الناتج 0.3 مول. هاي مولات الاكسيال. اجي ايضا شو اسوي هسه؟ اطبق القانون مباشره. شوف بمجرد انه طلع انت المولات مال كل ماده طبق القانون مباشره. بي اتش بي كي اي زائد لوغاريتم تركيز الملح تركيز الاسيد. هسه انا ايش ضفت ثاني؟ ضفت حامض، اذا هنا زائد بجهة الحامض زائد تركيز ال HCl، بينما هنا أنا راح يكون ناقص ال HCl. أجي ال BKA نفسيته 7.21 زائد لوغاريتم تركيز الملح ونفسيته قلنا مولات الملح 0.9% ناقص. إيش قد أنا طلعت ال HCl المولات مالته هيا بهاي الخطوة؟ 3%. هنا أنا تركيز الأسد أنا مطلع مولات الأسد 0.6% زائد ال HCl تركيزه هو هذا طلعنا 0.3. هسه عمليات حسابية بسيطة، لوغاريتم يعني هنا أنا راح يطلع لك 0.6 وهنا أنا 0.9 فالناتج بالأخير يطلع لكم 7.3. فهسه صار عندنا طلعنا البي اتش قبل الإضافة وبي اتش بعد الإضافة. هسه هو شريد بالسؤال يريد التغير بالبي اتش، فاحنا شو نقول التغير بالبي اتش؟ بي اتش 2 اللي هي بعد الإضافة ناقص بي اتش 1 اللي هي قبل الإضافة. بي اتش 2 شقد؟ 7.3 ناقص 7.39 فيطلع الناتج سالب 0.6 الناتج. هسه الملخص احنا ايش سوينا؟ هسه ثبتوا طرق حل دائما عندكم طلاب انه المولارية تحولونها المولات. حولت المولارية مال المحلول كله حولته الى مولات، واحول ال HCl المولارية مالته هم احوله المن الى مولات، واطلع المولات مال الاسيد والصالت. شلون طلعتها؟ طلعتها هاي كل نسبه كل جزء منها اطلع النسبه مالته من المحلول كله واضربه بالتركيز الكلي مثل ما سوينا.